السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه طيبين. النهارده انا عندي ماما جالي البوكس ده، هذا المقص استنى، فانا بصراحه مش عارفه البوكس ده مين اللي بعته، ومكتوب عليه صالح بس انا ما اعرفش مين صالح بصراحه، ومكتوب بقى انا مش عايزه بس اوريكم البيت شيل بتاخد بيانات تصلوا بالناس تقول لهم ادي رقم صدفه، يعني انا الهديه اللي فاتت كان رقم باين مصر كلها اتصلوا بيا، الناس كلها اتصلت بيا، والمره اللي قبلها كان الكرتونه مكتوب عليها رقم صاحب شركه الشحن قالوا اتصلوا بيه والنبي ادي رقم صدفه، يعني عيب يا جماعه والله العظيم عيب الاسلوب ده، يعني عيب وما يصحش. بعد كده عشان كده انا البيانات ايه محلتش شركه الشحن. افتحوا بسم الله. ما حدش يعني قال لي في حاجه هتتعبني في حاجه. تاخدي واحده وتقعدي، خدي واحده وتقعدي. خدي لما نطلع كل الدول ده ايه؟ ده طم. تاخدي واحدة بس يا تاتا بقى. الله بصي، الله عشان بابا، الله عشان بابا بثبتها. الله يا جميلة يا بابا، خدي يلا خدي في يومك اعملي في يومك، ما جبتي لي هدوم يا طارق. انت بتخاف من السنة دي؟ خلي بالك عشان الفيل ده ممكن تاكله. ايه؟ امسكيها بصي، اعملها كده هزيها كده هتلاقي كل اللي فيها ده وقع. استنى. هي رميتها عشان تاكل. اتفضل بنتي بصي اتفضل. الله. اشتغل؟ طب ليه جايبه الحجاره طب يا جماعه؟ انت مش عايزه تجيبي كمان حجاره؟ كات عايزه اقول لكم انا بخاف من الفيل ده قوي. الله كلاته شوكولاته 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 يو اي لاف يو. خدي انت عايز كله. لا خلاص خلاص خديها، خلاص خديها يا وحشة، خلاص حقك علي، خلاص هضربك. خلاص نعم يا ماما. اشغل ده. ايوه تعال شوف ايه تاني في الصندوق، في حاجة بتفط كده حنش. ايه ده؟ بتاع ما بيتهشش. ما بيتهشش؟ اتهشي بقى اتهش. هاتي حته يا لاف. خلينا ما نشوف فيها ايه. هاتي حته، هي اصلا بخيله ما بترضاش. لا انا بنتي مش بخيله. لا بخيله. والله ابدا. هاتي حته يا لاف. انا بنتي بخيله مش. شفتي بخيله ازاي؟ لافا مين ده؟ انا لسه دلوقتي قلت لها تعالي ننزل ما صدقت. هاتي حته يا لافا، انا ماشيه. كلمي سعاد. انا ماشيه. عشان تروح عند ملك ونبى. تيجي معايا نمشي باي؟ طب يلا يلا نروح. الله عشان اسوخ
انا افتحه في ستيكر ولعب. وريني كده. بيضة. بصي رج راسها كده بس كده. الله ويطلعها من الشباك ورجها. الله يا طاطا. لبسها طاقيتها بقى. الله يا طاطا يا طاطا يا طاطا يا طاطا. انا هاخدها جنبي في السرير دي. بصي كمينة خالص السايق كمينة ده صباح كده. عربية. عربية جواها مصاصة. الله زي ما هي متدارية. هذه المصاصة. ما فيش ورقة، ما فيش كارت، ما فيش حاجة. في رقم تليفون برضه مكتوب. رقم تليفون. نعم يا طاطا. بس يا جماعه عشان انت جايه بس بنفسك هبصوا تعالى اوريكم. تعالى اهو جاي بس بيانات الناس ورقم تليفوني. بصوا بصوا صوت فجات القاهره رجاء التسليم بسرعه هام قابل للكسر خالص يعني المصاريف خالصه وكله خالص. يا جماعه انا مش والله اقسم بالله انا ما اعرف الصندوق ده مبعوت لي من مين بصراحه. ممكن يكون واحده بعتها باسم اخوها باسم جوزها عشان بجد. انا بشكر صاحبه الصندوق جدا جدا. شكرا ليكي شكرا ليكي من عميق 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 قلبي. معموقه معموقه شكرا جدا جدا جدا. وشكرا من صماصين قلبي صمصونا. شكرا من صماصين قلبي. شكرا جدا انك عقمت البوكس قبل ما افتحه عشان انتي عقمتيه وعقمته. ومش عارف صح. بشكر طبعا اللي بعتت البوكس ربنا يبارك لك. بس يا ريت تعرفيني بنفسك وتقولي لي انت مين ولا بعتهولي مثلا ليا ولا لافا. بصوا اكيد لي لافا. الصندوق ده جه لافا مش ليا انا عارفه. ماشي. اتمنى انا بجد انت فرحتيني النهارده عشان انا حد اول ما حد يجيب لها عروسه. كان دايما اللي بيجيب لي العروسه لما كنت مخطوبه او خلاص بعد كده خلاص العرايس اختفت. بس بجد دي كيوت قوي فرحتني قوي قوي قوي. دي لو لله انا ممكن انا اخدها ليا بصراحه. يعني هي بصراحه تلزمني تخصني ان هي تخصني بصراحه. وصدفة بقى تاخد الشوكولاتة الحاجات التانية. لكن دي تلزمنا انا. دي كيوتة وكميلة خالص خالص خالص. بصوا يا ناس حلوة. بصوا يا ناس حلوة ازاي. بصوا يا سعاد جميلة اهي جميلة يا ناس جميلة. بصي جميلة ازاي. انت مبسوط بيها؟ هتفتح. شكرا شكرا شكرا. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. واتمنى كلكم كلكم بألف خير. والنهارده كانت الحلقة بتاعتي في قناة دي ام سي في مطبخ الهوانم. عندي ان شاء الله حلقتين تاني في برامج تانية. لما يجي وقتها هزعلكوا عليكم. وهحط لكم اللينك بتاع الحلقات في صندوق ال هحط لكم اللينك على المنتدى بتاع الحلقات عشان الناس اللي ما شفتهاش. وشكرا لكم كلكم وربنا يبارك لكم. بجد مش عارفة اقول لكم ايه من كتر الانشكاح اللي بنتك هتضربني. ايه؟ بنتك هتضربني. انت بسعاد؟ لا عيب خالتي. خليها لك تعيط. ماشي؟ اقول لكم السلام عليكم. وشكرا لكم كلكم يا رب. واللي نفسه في هديه يكسبها. عندي هدايا كتيره جدا. عندي مسابقات هدايا كتيره. المره الثانيه هقول لكم عندي عجانات كنود ومولينكس مجموعه مولينكس ومفرش تركي وهاند بلندر. دلوقتي هعمل لكم المسابقه بتاعتهم. المسابقه دي سهله جدا 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 فوق ما انتم تتخيلوا وهتعجبكم ان شاء الله. اتمنى كلكم تشتركوا فيها وتفوزوا.
وشكرا لحسن استماعكم ليا، والسلام عليكم، واتمنى صاحبي تسمعوا الكلام.